لو الحكاية فيها إن فيتو بسبب الظروف الحالية اللي بيكونوا بيها هنا في صعوبة. المعرض مثلا يمكن بقالنا حوالي سنة وكان في عدد عارضين أكتر من كده بكتير بصراحة، بس المشكلة بقى المشاكل السياسية والأمنية اللي بتحصل دي مأثرة علينا شوية. خلت في دول انسحبت؟ في دول انسحبت، وفي كمان يعني ناس من دول تانية كمان يعني برضه يعني عدد احنا عم نقول حوالي 15 عارض 16 عارض. اوكي. انما احنا اصلا كان بيجي لنا 30 او 40 عارض مثلا. الحمد لله الدنيا يعني احنا كل سنه بنحاول كمان بيحصل مشكله. بنحاول احنا نطمن الناس الكلام ده كله، بس للاسف ان هم يعني بيخافوا. والسفارات كمان عندنا هنا في مصر، السفارات للاسف الاجنبيه بتروح كاتبه على الموقع الالكتروني بتاعها نصايح للمواطنين هم بيزوروا ان هم ما يزوروش، بيقول لهم خلوا بالكم لو انتوا جيتوا مثلا، خلوا بالكم من مثلا الاعمال الارهابيه اللي بتحصل، التفجيرات اللي بتحصل والكلام ده كله. فبالتالي بيقلقوا وبيخافوا. يعني بس الحمد لله في تحسن، في قبول الحمد لله، بدا يبقى في قبول اكبر الحمد لله، الناس بتيجي بتتبسط. بتلاقي طبعا برضو في للاسف حاجه ثانيه، معظم طبعا الناس هنا في مصر مش حاسين بيها، معظم وسائل الاعلام بصراحه يعني في تقصير من وسائل الاعلام على المنحنى الدوليه. ان انا مش مجرد ان انا اكلم الشعب في مصر بس، انا المفروض اكلم الناس بره، اخاطب اهم بصراحه من اهم المخبر الناس اللي جوه البلد، اهم منهم بره البلد. انا عامل مؤتمر اقتصادي عشان اجذب ناس، المفروض اكلم ناس هنا اقول لهم على المؤتمر الاقتصادي، ولا اكلم بره البلد عشان اجذب الناس من هنا ومن هنا ومن هنا؟ هو عشان على الاقل اعرفهم حقيقه الوضع بالظبط واحاول اطمنهم. احنا للاسف في وسائل اعلاميه متربصه بمصر، كل لما يحصل اي حاجه يعظموا منها يعني بطريقه كبيره، يهولوا الموضوع كده.